ملح يحلوا عنا بدو يخربوا البلد، حطلوا فرد براسه قالوا روح. ما تحمس ولا مرة تحمل سلاح؟ ما في حرب بلا دم. بالحرب هل هناك من أمر بقتلك؟ الدم الداخلي كانت تقيل علي، فيك وبي وفيكم كلكم. بين بشير وسمير جعجع وإلي حبيقة من الأكثر ذكاء؟ هلأ بتيجي شي قنبلي بصير بدنا نتلبك فيك. قال لي شو عندي حظ أعمل رئيس جمهوري؟ قلت له 5%. قال لي فيك تعملها 50. هل الزيارات كانت دائما منسقة ولا من راسك؟ ما في لعب مع سمير جعجع. كمال جنبلاط جذاب، كان عنده عقدة المواطنة بالحقيقة. أبو عمار عنده عدة وجوه، تاريخ الحرب ما انكتبت. أستاذ كريم، حضرتك وزير سابق، رئيس سابق لحزب الكتائب، بس دائما اللقب الطاغي على اسمك أستاذ كريم، يعني غريب ما بنقول لك معالي الوزير مثلا. وأنا بمصيت. بتحب اسمك؟ ايه طبعا. وبحب مهنتي. هيدي يعني اللقب بالمهله احلى احلى لقب. نعم نعم. هديك المعالي والفخامه والسياده بيروحوا. وفي ناس ما بيستحقون كمان، يعني بيسمون هيك وما بيستحقون. نحن بشهر نيسان، هذا شهر يعني أليم على اللبنانيين بذكرى 13 نيسان. شو بتتذكر من هالنهار 13 نيسان ووقتها صارت قصة البوصلة؟ حسيتوا انه نحن فايتين بحرب طويلة او لا، انه حادث عابر؟ لا اكيد حسينا. انا بالحقيقة كنت بدار المخلص بجون بناء على كان في البرحداد أندري حداد. نعم. يلي دعينا إلى لقاء سياسي ودعى الجوار يعني. فكان في حسين الحسيني، كان بعده نائب جديد، كان بعد ما صار دولته هذا، وكان في شاب نسيت اسمه من اليسار، من قيادي اليسار. كنا عم نتحاور يعني، حسين الحسيني هو الوسط، على يمين كتائب على اليمين ويسار عشمال. نحن وعم نتحاور بيقوم ضابط هذا بفوتوا ورقة لضابط المخفر، أنا بعدني عم بتطلع فيه هذا، بيقوم بيجي لعنا بيقول ما تطولوا اختصروا، لأنه صار في شيء في حدث أو حادث ما بنعرف شو هو، بعين الرمانة الأفضل تخلصوا بسرعة لأنه الطرقات صار وضعه خطير. طبعا خلصنا بسرعة وحملنا هذا. حسين الحسيني عمل جاست هذه، قال لي بتطلع معي بالسيارة لأنه إذا صار شيء بالنهاية أنا سيارة نايب كذا. فطلعنا معه وصلنا على البيت مشكورا، نزلت دغري على بيت الكتائب. طبعا نزلنا على بيت الكتائب، طبعا كان تحت الجو معصب، ولقيت وبدي أفهم شيء هذا. لينا قالوا لي أول ما وصلت قالوا لي الشيخ بيير سأل عنك رئيس الحزب. ففت لعنده، كان معدة مسموم يعني، قال لي ما رح يحلوا عنا بدو يخربوا البلد. هذه الكلمة اللي عملتها في لو ما مرقت البوسطة بعين الرمانة بهذاك النهار 13 نيسان، كانت الحرب ستندلع بحادث آخر؟ أنا أولا ما كان أول حادث. إيه أكيد. بلشت بحوادث. لا صار في حادث مهم قبله، ويمكن كان هذا المطلوب أنه تندلع. معروف سعد بصيدا كانت قبل يعني عملت. هو ما توفى دغري بعتقد يعني، صح. أصيب بآخر شباط وتوفى. كانت هي فعليا هاي الشرارة الأولى. هاي بس ما عملت اللازم يعني تفتح معركة. هلا شرارة الشيخ بيير وكانت أصعب، لأنه بالحقيقة يلي السيارة يلي مرقت فوكس فاجن وقوصت كانت مستهدفة الشيخ بيير، ومات أبو عاصي. صح. جوزيف أبو عاصي مات حد يعني مات حده، وبالتالي كان في محاولة اغتيال بيير جميل. طبعا الشباب لملموه للشيخ بيير
وراحوا، بس الإشاعات كانت كبيرة لدرجة منهم قالوا انصاب الشيخ بيير، منهم قالوا مدري مين جاي، في هجمين من هونيكي، بلش توتر. نزلوا أنا بتذكر كتير منيح، نزلوا بسلاحاتهم يعني صار هادي مرمرون، لأنه يعني هي كان عم بيدشن كنيسة بمرمرون، هادي تعبت ناس. وهاد بهالوقت كان في حفلة للشهداء بصبرة، اجوا بالسيارة. مع العلم انه هالحادث مش اول مرة بيصير، وصار في قرار تبلغوا الدرك، يعني هون بدي شد هادي، بلغوا قوى الامن، بلغت قوى الامن واتفقت مع منظمة التحرير انه لما تجوا من تل الزعتر او بالهادي وتكون تجوا على صبرة وعلى الغربية ما تفوتوا ب قلب شوارع الرمانية، بالشوارع جد كان في اتفاق عليها. لبل أكثر من هيك، لمن هذه البوسطة، لمن خلصوا الاحتفال وجايين، شوفار قالوا له، شوفار أنا شفت السائق، أنا عم بحكي هذا، قالوا السائق، قالوا روح دغري اليوم أحد ما في حدا، قالوا أنا عندي تعليمات أنه ما أجي هذا مشانكم، هذا حط له الفرد براسه، قال له روح خلص، ونحن بدنا نستر فيه نوصل هيك، يعني استلشق فيه. فهت شباب حاملين سلاح هون ومش عارفين شو عم بيصير، في هجوم، لقوا بوسطة طويلة عريضة فيها بنادق، فيها بنادق كانوا حاطين فلسطيني اللي بتحركوا، كانوا يحطوا هيك بيحتفلوا أناشيد هادي، وجاي كاملة باتجاههم. أنا برأيي يلي ما كان للي كان مرغوب يصير فيه يبدأ بصيدة، بدأ بعين الرمانة إذا بدك جوهي بعد هذه. وطبعا ضل في سائق ويمكن اثنين هذا على قيد الحياة. هذا تاني يوم الإعلام شو فظيع، تاني يوم ما حدا حكي بقصة بيير جميل، ما حدا قال إنه في سيارة مرقت قبل وأول حادث طغى على الحادث الآخر أبدا. نعم سيد كريم، كيف صرت كتائبي؟ يعني حضرتك ابن عائلة أرمنية، كيف صرت كتائبي؟ تأثرت بحدان؟ كيف صارت الأمور بداية؟ 58 أنا ابن 58 من هي 58، نحن بيتنا كان بسوق النجارين تقريبا على الحدود تبع المنطقتين يلي كانوا يسموها الجميزة والبسطة. نعم البسطة اللي صارت بعدين شرقية وغربية، اللي صارت شرقية وغربية. فكان أنا كان عمري 14 سنة. أول شيء المدارس وقفت بكير ورحنا على البيت. أمي خيا بطرس شليطة من مرافقي شيخ بيير ومن هيدي القوة النظامية. نعم. فكان مستلم هذا الحاجز. كانت أمي تبعت له نهار أكل نهار قهوة. مثل مش عم بحكي عن امي هذا، وتحملني هون تقول لي وصلهم لخيلك. فانا كنت انبسط، روح مسلحين قاعدين حاطين نوافذ، بيقولوا لي طلع هونيك شو في منيح لك هبود، يجوا من هون ناطرينه، يعني فيلم بالنسبه لي فيلم كوبوي هذا. فاثنين لاحظت انه عمي ايه مطرح ما كان في كتائب، بس وين الجيش وين القوى الأمن؟ ما في حدا. هذه كانت أول مرة هيك بصطدم أنه ما في دولة. هذه ما كانت تعني اللي بتعنيها هذه، أنه مين حامينا؟ بيطلع الكتائب حامينا. خلصت 7 أشهر لأنه بعدها فتحت المدارس. طلعنا تاري، كان في رئيس خلية اسمه شاكر عون، لقطني على جنب هيك قال لي ما بدك تعمل كتائب؟ قلت له ايه نعمل كتائب. قال لي يلا نزل يوم الاحد في اجتماع عاملينه. هلا انا خبرت خالي وامي، بس ارتكبكت قدام بيي، لانه يعني بيي تشناق وتشناق عتيق وكان عنده موقع بالبتهد التشناق، فخبرته. والله كانت ردة فعله هذا، قال لي إذا أنت مقتنع بأنه تعمل كتائب، وأنا بحب الكتائب، هو قال لي إيه أعمل، ليش ما بتعمل؟
هيك بلشت. أنا ابن 58 بس صارت الحرب بال75 ما حملت سلاح، مع أنه كثير من أبناء جيلك حملوا سلاح. ما تحمست ولا مرة تحمل سلاح؟ لك هيدا موقف أخذته لأنه اجتني تجربة بال69 قصة اتفاقية القاهرة. بعدين أنا رحت على، أنا يمكن أول واحد اجتمع مع أبو عمار، أول كتائب بالشمع يعني. وصار بال73 معارك بين الجيش والعادي. مع الوقت صرت فكر أنه السلاح ما بيحل المشكلة، بيعمل المشكلة يعني، هيك ركبت بذهني عادي. وبالتالي ما عملت سلاح وتعمدت. بس أنا كنت صر على القول أنه أي حزب أو أي قضية، مش بس أي حزب، محتاجة لناس يحملوا سلاح وناس يحملوا الكلمة، والرصاصة والكلمة مجتمعتين بيعطوا نتيجة. ولسبب من أول عادي ما إجاب، حتى المرافقة أنا كنت ضدها يعني. معروفة عنك لهلأ يعني. إيه؟ حتى يعني ما كنت تحط فرت على خصرك؟ لا أبداً. أبداً؟ ما حمل يعني حتى سلاح شخصي ما حمل. أبداً. ولا حملت سلاح. ما كنت مقتنع أنه فيها، أنه أنا خاصة كنت مقتنع أنه في ناس شغلتهم يعني. لما بتكون داخل الكتائب وبتنزل كل يوم مثل ما كنا نعمل، هيدا القوة النظامية كانت مبين أنه بتقدر 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 تهدي. و58 كانت بعدها هون، هذا انه لمن ساعه الخطر، في ناس نزلوا وشفنا، وهالناس نزلوا بال 58 صاروا اهم بال 75، لانه من 73 بلش التسليح. كانت قبل قوى نظاميه، صارت قوى نظاميه مسلحه. بس بالحرب كنت بموقع قرار باكثر من تاريخ. أعطيت شي مرة أمر بقتل حدا؟ معاذ الله. أنا بالعكس منعت شي مرة قتل إيه حدا؟ يعني كانوا لما يحكوا أنه عم نفكر مدري مين، قالوا وقفوا ما تفكروا. هيدا أنا بعيط له وبجيبه ونشوف شو بصير بعدين. هادي صارت شي خبرنا عن شي مرة صارت يعني. مرة كان في شخص شفوه عم بيتعاطى بشكل مستمر. ما هي كان في هالمنطقة الصعبة للي عين الرمان الشيء مفتوحة على بعضها. كانوا لقطوا بين التليفونات والناس الرايحة انه هيدا كان عم بيشتري سلاح من الشباب من الشرقية، خلينا نقول من عند المسيحيين، تا يبعتون لمنطقة من المناطق بالخارج. هيك كانت شغلة غامضة. فقرروا كانوا بدو يجيبوه، يعني أنا بعرف اللي بيقرروا ولا اللي هذا شو بدو يجيبوه الحيلة، شو بدو يعملوا. إيه منعتهم جدية. بس الشخصيات المعروفة شي مرة منعت قتل حدا؟ شي مرة مين الشخصيات المعروفة؟ من شخصيات معروفة صار في اغتيالات كثيرة بالفترة الحرب. إيه طبعاً. شي مرة كان في أمر بقتل حدا ومنعته؟ من أنا لا أنا ما عرفت مسؤول. شوف ما لازم ما أقول، بس ما كنت بدائرة هيدي القرار التنفيذي. كان عنا شغلتين أنا برأيي كانوا ضروريات بمنطق الحرب. بمنطق السلم أبدا مش ضرورية. كان في مكتب السياسي بقرر سياسيا برئاسة رئيس الحزب، وفي كان المجلس الحربي يلي في بشير، وكان في ويليام حاوي بالأول، وبعدين بشير استلمه يلي بيقرر أمور العسكرية. نحن ما كنا نعرف بالعمليات كمكتب السياسي إلا من خلال الخاص يعني. إذا بده بشير جميل أو يخبر حدا يخبر لسبب يعني. أنا بتذكر ويليام حاوي كان في كذا مرة بده يعمل شغلة، كان ويليام حاوي عيط لي اللي أنت روح عند فلان خبروا كذا وشوف شو بدي أقول لك. هذا كانوا يستخدمونا يعني، وأنا كنت أنبسط به يعني، أنه حس حالي أنه كمان بقصة العسكر عم بخدم. بس لاحقاً بطل في مكتب سياسي، صارت القوات اللبنانية كيان مستقل. إيه يعني هيدا وصلنا حتى بهديك الفترة. حتى بهديك الفترة ما كنت تعرف بالأمور الأمنية؟
بعد 79 انبلى، بعد بلى 8 لك بعد مرحلة ما بعد بشير. مرحلة ما بعد بشير لا صرنا نعرف أكثر. لا بالتأكيد بعد بشير صرنا بموقع نعرف أكثر، والقوة اللبنانية صارت تقريبا أهم من الكتائب، وبالتالي موقعي بالكتائب كان مهم. أنا عملت يعني عملت درجة، طلعت درجات يعني، هذا من رئيس مصلحة الطلاب إلى رئيس حزب يعني. نائب رئيس ونائب رئيس حزب القوات، الهيئة التنفيذية بالقوات. لا عملت نائب رئيس بالكتائب أيام جورج سعاده، وبعدين عملنا رئيس. هلا اللي بدي أقوله بالضبط بهالمناسبة، أنا كنت مرتاح إنه ما أعرف شو عم بيتخطط، لأنه فهمت إنه بالنهاية الحرب فيها يعني ما في حرب بلا دم، هي مشكلة الحرب يعني. هون هلا عم بحكيك كنت وعيت تماما بالسياسة، ما عدت الولد يلي عم بينقل الأغراض لخيله على المتريس، لا خلصت هاي. وعيت إنه الحرب يعني دم، أو بنوقف الحرب تنوقف الدم، أو بدنا نتأمل نتحمل بحد أدنى من دم إن شهد من عنا وإن دم الآخرين تنوقف هذا. بس كيفينا نتجنب الحرب؟ يعني الحرب اللي اندلعت بال 75 كان ممكن تجنبها؟ أنا برأيي لا، لأنه كان في تعبئة كبيرة، واكتشفنا بعدين سبب التعبئة الأمريكان لعبوا لعبة عاطلة معنا، وبصورة خاصة كيسنجر. لابد من خبرك لك أنه كيسنجر كان عنده نظرية أنه الحروب تصنع الحلول، وكتبها يعني هيدي. بعدين أنه بدل خطوة ضربة كان هو كان واعي تماما شو عم بيعمل. وتالت شغلي كان أنه في دول ما فينا نستغني عنها، وفي دول فينا نستغني عنها بالشرق الأوسط. واحدة من الدول اللي فينا نستغني عنها في الشرق الأوسط هو لبنان. شو عم بيعمل لبنان هذا؟ وخاصة لما الرئيس فرنجي خوفا عليه، لأنه هذا قال له ما تنزلوه على المطار، لأنه إجا عمل زيارة واحدة، كان عنده زيارات مكوكية بين مصر وسوريا وإسرائيل، عمل زيارة للبنان. رئيس الفرنجية عن طيبة خاطر وعن منعا لأي ضرر هذا، قال له طيارة كيسنجر ما تنزلوها، أنا بطلع على الرياق بستقبله فوق، لأنه إذا نزلتوها وكانوا عارفين الفلسطينيين وعندهم معلومات ممكن يضربوها للطيارة وتقع بعيدة، ومنكون بشي منصير بشي. حماية لكيسنجر قال لهم نطلع بالرياق. في المترجم كان معه لبناني خبرنا أنه لما نزل هو ونازل وشاف رئيس جمهورية ناطره، شو ملاحظته فكرك كده يعني غريب هالإنسان؟ قال له هيدا الدولة يلي ما فيها تستقبل ضيفة في عاصمتها معناتها مش ضرورة. بلشت فكرة هاي معدة. طبعا عرفنا بعدين انه صارت، وبالتالي كيسنجر كان عنده او بتوط حل القضية. دولة فلسطينية مش واردة، دولة فلسطينية لحد اسرائيل مش واردة، اسرائيل رفضتها. وهو ما ننسى كيسنجر يهودي، صح، تأثر يعني تأثيره وجولدا ماير وكلهم كانوا مأثرين عليه. فنحن صار عندنا همين يعني نعبر عنهم، يعني او الوطن البديل انه نصير بكره يحلوا كل المشكله احسابنا، مثل ما جربوا هن الفلسطينيين يحلوا المشكله بالاردن والملك تغلب عليهم. هذا كانت ردة فعلنا انه اذا بدنا نحافظ على لبنان بدنا سلاح. هاي اول وحده. او الفكرة العامة اللي طلعت بعد كيسنجر انه خلينا بلا دولة، دايما فكرة بلا دولة فلسطينية، وخلي الفلسطينيين حيث هم، يعني التوطين. فنحن لما وصلنا لهاي بالحق صار بررنا الحرب وبررنا التسلح وبررنا حتى انه يصير عندنا دم وعند الاخر دم، لانه حتى بررتوا التعامل مع اسرائيل لاحقا. طبعا ذهبت هذه المرحلة إلى لحظة
ما عاد عنا ما عاد عنا خرطوش يعني الأداء هيدي. أبو خليل أخذ خطوة جريئة. جوزيف أبو خليل. جوزيف أبو خليل أخذ خطوة جريئة. حمل حاله وراح على إسرائيل. وقال لهم بدنا سلاح وخرطوش وكذا وهيدي. وكانت البداية. هاي كانت البداية. طب بالحرب هل هناك من أمر بقتلك وما نجح الاغتيال؟ إيه. في بالستة وسبعين كان عندي اجتماع بالغربية. بدق التليفون رئيس سركيس بيقول لي شو عامل هلا؟ قلت له رايح على الغربية هادي. قال لي لا تطلع لعندي. قلت له خليني روح وبروح. قال لي لا ما تروح المحل، طلع لعندي. طلعت لقيت جوني عبدو قاعد. قلت له خير شو في؟ قالوا لي في سيارة أنت رايح عند أبو عمار، وفي سيارة على المتحف حد المحكمة العسكرية مفخخة ونطرتك. فلسطينيين وراها؟ جبهة الشعبية يعني. مش أبو عمار. إيه كان في صراعات داخلية. في هذا ما بقدر أقول. حتى جوني ما كان عارف مين، بس كان عارف إنه تفخخ سيارة ونحطت هونيك وبوقت معين يلي بدي مر فيه. يعني هيدي أخطر وحدة يلي كانت إذا بدك. هلأ الحرب فيها كتير مخاطر بدك تتقبلهم. يعني يلي بده يشتغل بالحرب بده يتقبل مخاطر الحرب يعني هذه. وبيني وبينك واحد بس تجنبت خطر الاغتيال وتجنبت تلوث إيديك بالدم، وهذا شيء صعب. إيه الدم أنا ما كنت قابله. الدم الداخلي كان تقيل علي جدا، مع أنه منطق الحرب حتى بتنطبق على الداخل. هلأ بقدر هلأ أنا بحكي بعد 48 سنة بحكي مرتاح أكتر بأنه بهذا. بقول أنا كنت إذا بدك متزمت بهالشغلة، بس كان يعني عملية 7 تموز مثلا أصعب عملية علي كانت 7 تموز. ما كانت على بشير ذات الشيء أنه يقوم فيها، بس كان بشير أمام شغلي. إما بتفلت من إيدي الأمن ومنصير مثل الغربية، كانت فلتيني كل واحد أخذ زروب ومترس فيه. إما بدو ينعمل عملية، خاصة العملية الخطرة لما نبلشوا. يعني هلأ الرئيس شمعون طلع رجل دولي كمان. حضرتك عندك ضعف تجاهه، يعني مع أنك كتائبك عندك ضعف أكثر يمكن من الشيخ بيير تجاه الرئيس شمعون. رئيس شمعون خاصة لما ما ضل بشوف إجا على الأشرفية، كان البيت كان يعني على 100 متر، وكان كل ما يلاقي وقت عيط لي نحكي سياسي، يحب يحكي سياسي هادي. فأنا من جهتي مثلا 7 تموز غصت على قلبي، بس لما شفنا النتائج ولما إجا بشير خبرنا شو عم بيصير بالمناطق وكيف في فلتادة وعم تفلوت وحراس الأرج بده يعملوا عزاو قون والتنظيم بيعملوا عزاو والأحرار بيعملوا عزاو قون والكتائب بيعملوا عزاو قون، قال لي رح نخرب. كنا بدل ما نخسر معركتنا قدام الأعداء رح نخسر معركتنا فيما بيننا. مزبوط. بعد 7 تموز وقت اتصل فيك داني شمعون الله يرحمه، سبك وسب بيو على التليفون. مزبوط. لا داني داني ايه داني ايه داني سب لك وسب لبيو. ايه لأنه داني لمن ظهر هن كانوا تقريبا العملية انه لازم داني ما يكون موجود مشان ما يصير في اهدن تاني. انتبه وجود داني لو صار له شيء داني كان كمان وقعنا بكارثه جديده. لما راح كان عنده شغل فوق بالجبل بفقره. فالرئيس شمعون اول شيء وصاروا يتلفنوا فيه ما يلاقوا حدا. هذه لما رئيس شمعون كمان رئيس شمعون كان ما بده يعمل اجتماع، دخلوا بولس نعمان دخل بشكل اساسي وكمل ومشيل عون دخل بشكل اساسي، واثنيناتهم قالوا له زيت المنطق اذا ما تلاقيته اليوم بكره في عطرقات فلتاني. هذا نزل رئيس شمعون اجتمع بشيخ بيير، بس كان راسه بداني اللي ما كان معروف وينه. قال لي وينه داني؟
قلت له ما بعرف. قال لي انت بتعرفهم كلهم، ظهر ظهرني من الاجتماع اللي ظهر شوف سألنا عني. بعدين ما كان في هذا السلولار، السلولار كان هذا، فظهرت تلفنت بلغوني انه وين هو، جيتو شوشتو هادي. قال لي تأكدت حكيت معه؟ قلت له لا بس صرت بعرف وينه. قال لي احكي معه، بده يتأكد. هذا البي يعني هون عاطفة البي تغلبت عن كل هذيك المواضيع. فأخذت التليفون دقيت له، أعطوني التليفون يلي حدو داني. قال لي أنت هيدا فيك وبيي وفيكم كلكم، وصحب فلت الفلت العجيبة. أنا تركته يحكي أطول وقت ممكن مش يتأكد، أولاً أنه هو، تانياً أنه عم بفش خلقه. وقال لي أنا رايح، أنا الغربية أحسن لي من عندكم كذا. شفت أنه خلص يعني هذا. لما رجعت قال لي حكيت معه؟ قلت له إيه. قال لي شو عملت؟ قلت له نشر عرضنا كلنا. أنا قال لي إيه بفهم، ارتاح. وأخذوا قرار نهارا مهم يعني أنه القوة اللبنانية، وقال له هيك كان بشير بالاجتماع، قال له لأنه بشير كان عنده عادي لما بيعمل عملية بيطفي الاتصال فيه تخلص العملية، لما بيخلص العملية بيصير بيرد عليهم كلهم هذا. فلما بلشنا الاجتماع اجا بشير كان خلص كل شيء هذا. رئيس شمعون تصرف هذا، قال له أنت هل عملت معركتك ربحت؟ لأنه شرح بشير شو عم بيصير على الأرض من أشياء ما كانت تنكتب بالصحف وكان تنضبط مشان ما تنكتب. شرح الأرض هذا وقال له أنت أخذت على عاتقك توحيد السلاح، على عاتقك الأمن، نحن بدون سلاح حاليا أفضل نعمل السياسة أحسن. حلا هو هذه، وظهر هو بشير وشيخ بيير هيك متعنقين، وكانوا كلهم ناطرين يسلموا على بعضهم. بالدخل ما صار السلام، بالخروج كانوا مع بعضهم وكذا، كانوا يعني يجتمعوا يتخانقوا جوا ويطلع الصريخ والعيط، يطلعوا قدام الكاميرات وقدام الاعلام يسلموا على بعضهم، عم يبتسموا عم بيسلموا على بعض. والمسيحيين يرتاحوا لما يشوفون مجتمعين، حتى اذا كان الاجتماع مع بدون نتيجه، بس هذا كانوا يصروا اثنيناتهم بيعطوا انطباع انه كل يوم. بعتقد كان اجتماع المكتب السياسي التنين والاجتماع هيدا الاربعة، يعني في اجتماع الجبهة كانت هيدي. ايه كانوا المسيحيين يشوفوا لما يشوفون بين بعضهم يرتاحوا. واذا بدك القضية تغلب المشاكل، لأنه يعني في مشاكل بالحرب، في مشاكل أكيد كبيرة. بس في قضية كبيرة بس كان في قضية، وهالقضية متمثلة بشخصيات متفاهمة مع بعضها، مش عم تتخانق مع بعضها، ما فرق كبير أكيد. يعني اليوم المسيحي ليش ملبك؟ لأنه ما بيجتمعوا القوات والطيار والأحرار والطيار التيار الوطني الحر وباقي الأحزاب، هذا ما بيتلاقوا مع بعضهم. المسيحية يلي ما بيتعاطوا السياسي وما فرقة معهم السياسي، فرقة معهم أنه الأمن والشغل ولبنان، هودي تعبانين. اثنين طبعا في مشكلة أكبر هي الفقر يلي هلا مش موضوعنا بعد، احنا رايحين بالتاريخ، بس لابد استفدت من هالكلمه. اخر المعلومات 80% فقراء في لبنان، شغله رهيبه. أكيد يعني هذه كلمه ما بحياتي كنت اقدر اتصور دقيقه. نحن كان عندنا 60-65% من الناس وسط مكملين حالهم، مش وهن اللي عملوا الاستقرار، لأنه ما بدون جميلة حدا، وبيشتغلوا بيطلعوا بيأكلوا. هذا لما يصيروا 80 بالفقر، شاء الله يساعد مين بده يجي يعمل رئيس الجمهورية، لأنه سيواجه وضع أنا برأيي فظيع. بعدين شغلة تانية، كل مرة في انتخابات رئيس في مشكلة، وال75 هي كانت
مشكلة لمن كان على أبواب انتخابات رئيس. هذه تعرب نرجع موضوعنا. 75 كانت نهاية عهد الرئيس الفرنجية، وكان مرشح اليسار ساركيسي ريمو ادعى الهايدي، وجاء الرئيس ساركيسي. نعم. بالحرب أكيد خسرت أصدقاء وأعزاء غير بشير. مين هيك الأعز على قلبك اللي خسرته بالحرب؟ ليك في كتار، في ليك أول شيء أعز على قلبي اللي كنت بتشوفه يعني بتشوفه بتسلم عليه من على بكرة بتلاقيه لابس التياب اللي أنا نازل على هيدي من عشية، بخبروك إنه يحو بأوتيل ديو. هاي طبعا كل مرة يعني، وأنا ما بيظهر علي الحزن يعني، ما بيظهر، ما بيعمل ردة فعل، بس إذا بدك لا شك كل شهيد يعني للي عشنا معهم هادي، في واحد اسمه إلي حبيقة لأنه كان اللي اختيل بعد الحرب. لا بالحرب، اللي اجى بالحرب، اجى بالحرب بس اختيل يعني اختياله صار بعد الحرب. بعد الحرب لا شك لا شك إلي لما اختيل. وفي بيير أمين جميل كمان يلي كمان بعد الحرب، بس هودي ما مشكلتك على الحرب ما بنعرف إذا وقفت أو مستمرة. ولما بيصير اغتيالات من هالنوع معناتها أو للبدء بشيء أو لإنهاء شيء، لأنه تعلمنا من 58 وتعلمنا من 75. صح. لسبب هودي يعني أكتر ناس كانوا في حزن داخلي. هلأ في شهداء كتار إذا بدنا نسميهم كتار، هيدا ما بدي سمي واحد منهم وأنسى الباقي هيدي، بس لا شك بيير كان عنده مستقبل مهم. الحبيقة كان عمل مكانته ومطرحه وثبت إجراءه، بس بيير كان مستقبله كبير. وأنا برأيي الاغتيالات تحولت من قصة تعمل حرب بلبنان بين مسلم ومسيحي إلى إذا بدك خصي لبنان، يعني للي ممكن يقدر يعمل شيء من لبنان تم اغتياله قبل موسى الصدر وبشير جميل وغيرهم. كيف تعرفت على بشير؟ كيف صرت هالقد قريب منه؟ هيك أول معرفة ببشير، وكانت معرفة دغري يعني، يعني مثل في حب من أول نظرة أو لا، كانت صدامية بالأول. ب 78 صيف 78 كان صيف دامي هذا بين الجيش السوري والقوات. يعني أنا كنت قاعد بالبيت، يمرق بشير لابس العدة كلها هذا ويعيط هيك هذا. أنا كنت هذا مرة طلع لعندي قال لي أنت شو عايز تعمل هون؟ أنت لا بتعرف تقاتل ولا عندك مقاتلين، حمول حالك في الوين. وين منى؟ بيعرف منى هو، وين منى هذه؟ قلت له حب باريس هي والولاد. قال لي روح الحقهم، شو عايز تعمل هون؟ هلا بتيجي شيء إمبلي هذا بنصير بدنا نتلبك فيك مازحا. انا لما شفته طلع وهذا قلت له انا سبب قعدتي هون لانه انا بدي، انا شريك معك، انا ما بقدر فل واعرف انه بشير جميل عم بيقاتل تحت النار السوريه وممكن يصير له شيء وانا اكون قاعد بباريس عم بهذا. سكت. قلت له اذا ما لازم تقول لحد، بالعكس اللي قاعدين هون هودي ابطال يعني قادرين هذا. انا قاعد هون ناطر انه يمكن انت او الحزب يطلب مني شيء يكون حاضر. ما حكي شيء. خلصت الصيفيه هيدي بتصل، كنا بالمكتب السياسي. قال لي ليك عشان نهار، قال لي فينا نروح سوا؟ قلت له ايه. رحنا لعنده على البيت، طلعنا. قال لي ليك انا فكرت باللي قلت لي اياه ومزبوط، انا شو راس مالي؟ هودي الناس، لانه انا مش وريث شيء. الوريث الحقيقي اذا من وراثي هو امين مش انا بالسياسي. وبعدين انا ما معي مال تعمل مثل ما بيعملوا الباقيين هيدي، بس بقدر جدا هالشيء،
بس بدي اقول لك بدي فاتحك بشغله، انا جاي فاتحك بشغله. قلت له شو؟ قال لي شو عندي حظ اعمل رئيس جمهوري. انا طبعا كنت شوف الرئيس سركيس وكنت بعرف في معركه وهيدي وشوف السوريين، يعني انا كنت على تواصل. صح صح. هذا قلت له 5%. قال لي فيك تعملها 50؟ لك إرادة الإرادة. قلت له إيه إذا اشتغلنا بنعملها 50. قال لي يلا قوم تنبلش من بكرة. وبلشت هيك بلشت. وتوليت بعدين يعني ترتيب العلاقة بينه وبين رئيس سركيس يلي كانوا بعيد عن بعض كتير. إيه. هلأ لعب دور رئيس سركيس مهم. هلأ رئيس سركيس بني إيه؟ لا تعرف أنه أول ناس طلعوا عند رئيس سركيس حكيوه بموضوع، لأنه كان بشير هيدا على الحيطان يحطوا كلام عن سركيس خاين وكذا، كان يعني عميل وخاين وكذا، كانت على كل الحيطان منشورة. للي طلعت مديس أخته أول مرة طلعت هي شافت سركيس وقالت له إذا أنت بتحكي مع بشير فيك تعمل كتير مسائل، يعني أقنعته بفكرة بشير. أنا طبعا خبرني رئيس سركيس، زدت له شغلي يلي نقزته. قلت له لك انا هلا صرت بعرفه لبشير وصرت عم شوفه بشكل مستمر، وهذا بدي اقول لك شو مشروع يلي مش قايله بدي اخبرك اياه. قال لي شو؟ قلت له بشير اما بيعمل بوحد كل لبنان 10452 كيلومتر بيعمل رئيس هل لبنان، او عنده الوحيد اللي عنده احتمال تاني بيعمل دولة مسيحية وبترأسها. إذا ساعدته بتحافظ أنت على وحدة لبنان، وإذا ما ساعدته بتكون أنت سبب من أسباب التقسيم. طبعا رئيس سركيس ما بيحمل هالكلام. هذا شو عم تقول؟ هذا قلت له عم بقول لك هيك، هذا الوحيد يلي إما بوحد إما بقسم، اللي شي واحد تاني بيقدر يعمل هيك؟ ما حدا. هي بلش يطلو. على سمير جعجع كيف تعرفت؟ سمير بأول الحرب، سمير جعجع بأول الحرب إجا كان بالجامعة الأمريكية، ضبضب غراضه وإجا. هلا بيو من الأحرار كان بفكر يروح على الأحرار عند بيو، سأل مين الطلاب وين الطلاب؟ الأحرار كميل شمعون زعيم شعبي كبير. صح. بس غير منظم هيدي بعكس الكتائب. بقى نزل على بيت الكتائب قال وين الطلاب؟ مين مسؤول عن الطلاب هيدي؟ قالوا له كريم فكردوني، انا كنت تركت الطلاب بس كنت ضليت اتعامل مع الطلاب، ما كنت تحت هيدا. بيوصل بيقول لي انا سمير جعجع جاي وخبرني انه ترك هونيك وانه جاي وبدي شارك بالحرب. انا دوري انه ما بقدر اضل هيدا لانه انا شفت شو فيه هناك وجاي. قلت له هاي عودت انا عود هيدا بدها بحث طويل. بلشت العلاقه هيك يعني لما انترك من هناك، بعدين صرنا نعمل اجتماعات كان يهمه يعرف شو عم بيصير داخل الكتائب. كان عنده طموح يعني كان بين انه هذا شخص عنده طموح هيدا كان عنده، بس كان بيعرف ينتظر. يعني واحدة من مزايا سمير جعجع انه بيعرف يوقت شغلتين، بنظم بشكل دقيق جدا يعني لاخر تفصيل، بيدخل بالتفاصيل. واثنين بيقدر ينتظر اكثر ما بتتصور. يعني الناس لما بتصير حايصة معه وكنا نعمل اجتماعات ما كان يهمه شو عم بيصير داخل الكتائب من جوا وداخل القوات من جوا. وأنا سأبت بهذه الفترة كنت على موقع معرفي كان بهمه. كان أول واحد قال لي كلام من النوع أنه هذه الحرب ما لح تخلص كم شهر، لأنه كنا نتصور أنه الحرب أول شيء سنتين كان حرب السنتين وبعدين من هيدا نقول إيه ما هيدا كم شهر بكرة بيجي رئيس بروح رئيس هيدا. قال لي هذه الحرب ما لح تخلص وأنا ما لح كمل علومي، وأخذ الكتب تبعه
الطب وزعهم بعدهم هلا الشباب وزعهم على الشباب هذا، وقال لهم انا طالع حارب بالشمال. بين بشير وسمير جعجع وإلي حبيقة، من الاكثر ذكاء؟ ليك عم تحكينا عن ثلاثة مهمين، مين الاكثر ذكاء؟ خليني بلش ببشير. ذكائه انه نجح، يعني كمقاتل نجح، كقوات لبنانيه نجح بصيف 78، وكرئيس جمهوريه نجح. النجاح بيعطي صح افضليه صح. هيدي واستشهاده جعل منه انه صار رمز ما عاد ولا مقاتل فقط يعني، ولا مقاوم ولا رئيس جمهوريه، صار رمز. طبعا بشير ما فيك تزينه بذكائه بقدر ما فيك تزينه بمساره. مسار تقريبا 10 سنين، انطلق من نائب رئيس ما بقى الأشرفية، صعود سريع، صعود فظيع. إذا المسار مهم، وهو صار رمز. بشير يخطئ من يفكر فيه بعقله، لأنه هو كان عنده الانتويسيون تبعيته، يعني ردة فعله أكبر. إذا أول واحد أنا بعتبر اللي ثبت ذكاء ونجاحا وهي هو بشير، لا شك أول واحد. هلا تاني واحد يلي ثبت ذكائه المخابراتي، وكان يعرف يقرأ المعلومات ويعرف يساعد السياسيين والمقاتلين، هذا لا شك إلي حبيقة. ذكاء فطري، ما حدا علمه المخابرات، ذكاء فطري يصيب كل مرة. يعني أنا بتذكر هيدي، يعني يعرف شو فيه بالداخل وشو فيه بالخارج ويصيب لهذا. هلأ تالت سمير جعجع أصعب واحد تقدر إذا بدك توصفه. شيء أكيد تنظيمي بشكل بارع، وبيعرف الأشخاص بالمباشر، يعني ما بيكفي يقولوا أنا قواتي، لما بده شيء بده يجيبوا لهذا القواتي يقعد معه ويقعد معه ويسمعه. إذن تنظيمي بشكل واحد، تنظيمي حديدي، بعدين مش تنظيم بيحمل لعب، ما في لعب مع سمير جعجع. هاي وتاني وتالت شغلة عند سمير، إنه التوقيت عنده شيء مهم. هيدا قلتها بالأول قبل ما تسألني، إنه بيقدر يحضر ويقرر بده يعملها بكرة، يجي شيء يمنعه بياخده بالاعتبار وبيأجل، بيقدر يأجل قد ما شيء العمليات. هيدا مين الأكثر مين الأكثر قسوة بينته؟ ثلاثتهم قاسين. تبي وهذا الشيء ما كان يخليك تصطدم منطق الحرب. منطق الحرب يفرض القسوة، بده قساوة. يعني منطق نجاحهم بمكان ما ارتبط بقساوته. ايه بهذا. هلا انا ما بقول قساوة، كان عندهم الأمرة، ويعتبروا مثل بجاش في الأمرة، وأنه يجب تنفيذ. أنت نفذ ومعترض، مش هيك بيقولوا بالجيش؟ إيه تقريبا بالقوات اللبنانية وبالحزب كانت هالفكرة، أنه إيه نفذ وطاع بعدين تخبرنا مش موافق. هذا الأمرة كانت مهمة، وللي يستلم القوات أو يستلم حزب الكتائب، كان حتى الكتائبيين أو القوتيين إذا ما عمل أمرة عليهم يعتبروا إنه هذا لما هذا ما عنده قدرة، ما عنده قدرة. هذه الأمرة كانت موجودة والطاعة كانت موجودة، هاي عملت قوة الكتائب. هذيك المرحلة كنت المسيحي إذا فينا نقول، وتحديدا الكتائبي الأقرب إلى الفريق الآخر، كنت تروح تحاوره وتقعد معه وتلعب أدوار. باختصار خبرنا عن شخصيتين رح نحكي عنهم، كنت على تواصل معهم، كمال جنبلاط وياسر عرفات. بدي بلش بكمال جنبلاط. كمال جنبلاط جذاب، يعني لازم اقول جذاب، لانه عنده ثقافه
أوسع مما واحد يتصور. وثقافة نحن مش معودين عليها، يلي جاي من الهند نحن معودين على الثقافة الفرنكوفونية يعني والعربية، هو هني هو جاي من هونيك من الهند ومن الصين. يعني هلأ لما هذيك المرة الصين دخل على لبنان، أول شيء فكرت أنه لو كمال جملات هون كانت حققت كتير من الكلام تبعه، لأنه كان مثلا قلنا أنتم مفتكرين الهند فقرة وكذا مثل ما بيصورون، لا لا، الهند بكرة رح تكون دولة كبيرة. كان يحكي عن الهند أكثر من الصين. هذه بقى لشك ثقافته كانت. هذا هلأ شغلته الثانية اللي لازم أوصفه فيها، أنه كان عنده عقدة الموارنة. شيء غريب انه شخص بالاتحاد السوفيتي كانوا لا يعطوا هيدي نيشان لينين وكذا، حتى كبار الاتحاد السوفيتي ما عندهم اياها. اخذت لكمال جنبلاط. كان عنده عقده المواطنه بالحقيقه، وكان عنده فكره الاماره. يعني لما كانوا الدروز هن هذا بالتفاهم مع المواطنية كانت في عنده هادي يعني، وطبعا ما قدر بسهولة يظهر منها. وما ولمن المواطنية طبعا مستواهم العلمي كبير كان لدرجة أنه فرضوا نفسهم، قلت أهمية المواطنية بعقله لها. هذا صار بيعتقد أنه بحق له. كيف كانت القعدة معه؟ كان عنده هيك طقوس وعنده هيبة كمان. ايه طبعا. لا شو بدي خبرك، اولا عنده بيت صغير كان يقعد يمكن على كرسي هزاز. ولون الفرش اللي ببيته احمر وعتيق. يعني احمر، مش هذا الاحمر اللي حلو كتير هذا، لا هونيك بيت عتيق هذا، كان يقعد على الهزاز هذا. كانت هالقعدة تتمارس. ذكرتني بخبرك مرة كنت قاعد أنا وياه عم نحكي على تبادل، كنا عم بحكي عن تبادل المخطوفين، وإنه حان الوقت يلي عنا نبعث لكم هون. وهيدي أنا كنت حريص مع الكل، بلش بهاي عم تخلص عيال. أنا يعني بفتخر إنه إيه ما حملت سلاح بس أنقذت ناس، وأنقذت ناس أعدائنا، يعني مش بس الناس يلي معنا أعدائنا. فدق التليفون، كانوا عم بألفوا حكومة ومكلفين الصلح، رياض الصلح، لا رياض الصلح كنت وفا، كان هادي مكلفين تقي الدين الصلح، دين الصلح، لا مش تقي الدين الصلح، كمان كان في بعد هادي كان مكلفين رئيس حكومة. هلأ بالله أنا وعم بحكي بتذكر رشيد الصلح. رشيد هذا كان، قال له نعم رشيد بايك. قال له عندي مشغول هلأ، بدي أكون، قال له هيداك بدي ألف الحكومة هلأ وأطلع، بدي موافقتك. قال له إذا محشور أهلا وسهلا. سكر. قال لي تفضل. هلا رشيد الصلح صار بده يجي يقترح علينا وزاره. وهذا معقوله انا ابعت وزير عند رشيد الصلح؟ هلا عم بيحكي مع حاله هيدي. بس هون بدك تكون منتبه له. هيدي قلت له رشيد الصلح كثير منيح بالسياسه، قال لي كثير منيح بس رشيد الصلح. رجعنا على زيت الهادي. أنا برأيي كمان عنده هالتعالي بمكان ما. إيه في التعالي وفي العقدة إنه الإمارة والزعامة والهذا لبيت جنبلاط، وهلأ بيت جنبلاط بالكاد ما بيقدر يعمل وزير بأقصاه. مرة قال لي يا حبيبي، قال لي شو في أعمل أنا وزير مثل الوزراء، عرفت كيف؟ يعني أنا بعتقد كان عنده عقدة بصورة خاصة، عقدة الموارنة. وفيك كمان كان يتخوف، لأنه هو بيعرف هذا العالم العربي، يتخوف من الجيش ويضل خايف أنه الجيش يعمل له شيء نقليب مثل باقي الدول العربية. أبو عمار أصعب بكتير، لأنه أبو عمار عنده عدة وجوه. يعني ما بتقدر تحكي عن أبو عمار،
في أبو عمار بهاللحظة، بعدين بهاللحظة يعني بلحظات هذه. أبو عمار أنا شفته يعني يمكن أول كتائب إذا ما كان أول مسيحي شفته، نزلنا على الأغوار بمشوار عمل لي مشكلة بالحزب. هل الزيارات كانت دائما منسقة ولا من راسك؟ لا هذه ما كانت منسقة، هي الوحيدة اللي ما نسقت فيها، لأنه كنت خايف من الشيخ بياري اللي ما تروح. وأنا كنت قررت أنه بدي أنزل شوف قصة المخيمات وقصة الفلسطينية، فقلت أحسن يجوا يعيبوني بعدين ويأخذوا قرار بهذا، مشان لأنه إذا قال لي الشيخ بياري ما تروح وبروح كان عيب أعملها يعني. ما عرفوا، عرفوا بعدين، عرفوا من السفير الأردني إجا عندهم قال لهم ولو وفد كتائبي بنزل عند أبو عمار وما بمر على الملك، ما نحن هيدي ما نحن كنا منتظرين أنه نزل، منتظرين أنه يجي يطلب موعد. كمان زادت البليطين، بس ما بهم. أنا أبو عمار ما كنت بدي أشوفه بالحقيقة، تقول الحقيقة كنت نازل شوف المخيم والطلاب، لأنه اللي عزمني رئيس طلبي مش هذا، وأنا كنت بهي 69 قبل اتفاقية الكهرباء شوي، بيجي بيقول لي فيك تطلع بتحب تشوف أبو عمار؟ قلت له إيه، ليش في هذا؟ قال لي بس وحدك. قال لي أنه الشباب نحن طبعين طلعنا على سبيل الصدف، تاري في شارع اسمه الأشرفية كمان. عرفت كيف بتصير كل شيء إلى رموزيته بذهنك. فطلعنا حكيني عن القدس وحكيني عن النموذج اللبناني، وأنه هو الدولة الفلسطينية اللي براسه لازم تكون دولة يهودية إسلامية مسيحية مثل لبنان، نموذج اللبناني. فأنا استفدت من المناسبة تقول له ما هذا النموذج أنتوا عم تخربوه. هذا موجود إذا صحيح هيك خرق هذا. قال لي أنا عندي مشاكل كتيرة وكذا. راح خلص ب 69 صار 70 الأردن يعني كمان، بس صار مشاكل بالجنوب مع الجيش، وكنت شوف الجيش وهيدا مشكلة تسلحوا وبلشوا ينقلوا كل سلاحهم على لبنان من بعد عملية الأردن. هلا هون صرت شوفه هو نهار، انا ما كنت تعرف وينه، في نهار بوصل واحد بيقول لي انا من قبل ابو عمار، هل بتريد نقدر نشوفه؟ قلت له كيف لك. رحت شفته، قلت له شفت شو عم بيصير، عم بتفتي رح يصير فيك هون مثل ما صار فيك بالاردن. قال لي لا انا نتعلم يعني، حكيني كلام. هلا ابو عمار مشان اوصفه مثل ما لازم، أبو عمار لا شك صاحب قضية لازم نعترف له فيها، حمل قضية كانت مزوركة بين العرب وكل عربي كان حاططها عنده، قدر استرد القضية الفلسطينية والقرار الفلسطيني المستقل، وهذه سبب من أسباب خلافه مع حافظ الأسد، لأنه حافظ الأسد بيعتبر كيف بده الورقة الفلسطينية هذه، قدر استرد وعمل من القضية الفلسطينية قضية عالمية، وقدر كمان بذات الوقت يفرض حاله على مجموعة عربية واسعة يعني بهالشكل. لا شك هيدي، ولكن لا شك أيضا أنه الخلافات الفلسطينية كانت كبيرة جدا، أكبر مما نتصور يعني، مثل الخلافات اللبنانية هيدي، ومشكلتهم كانوا أنه بلا أرض، هيدي مشكلة كبيرة عم بيتطرعوا على أرض الآخرين. صحيح، هذه على أرض الآخرين يلي وصفها غسان إنه وصف لبنان إنه حرب الآخرين على أرضي. حضرتك مع هالتوصيف يعني ما كانت حرب أهلية، كانت حرب الآخرين على أرضنا؟ لا شك، أو مزيج الاثنين. في وجه حرب أهلية إسلامي مسيحي كانت حول القضية الفلسطينية على هذه بشكل أساسي، بس الوجه الثاني لا شك ما عاد حدا ما إجا على لبنان وعادي، بدءا من الامريكان والفرنسويه مرورا بمصر والسعوديه وليبيا وغيره. ليبيا وهيدي شو ليبيا؟ ليبيا كانت تقريبا، والعراق وسوريا ليبيا كانت يعني معمر القذافي كان يدفع حوالي 3 مليار دولار دافع للحركه الوطنيه وللفلسطينيين،
ويقولوا له بعد عنا بدنا نعمل معركة السوديكو. هذا مرة إجا قال له قد ما دفع قال له مفرجوني هالسوديكو وينه قولوا لي قديش بتكلف قديش بتكلف ادفع لكم دفعة وحدة وخلصوا من السوديكو. هذه فكانت لا شك. التقيت معمر قذافي؟ لا. أنا طارق عزيز صاحبي أنا وياه كانت مضبوط في مضبوط. مرة رحت على العراق أنت جبت سلاح للقوات وكان معك حدا جاب سلاح للجيش ببيئة العماد عون بوقت نفس الزيارة يلي بعدين السلاح هذا استعملته ضد بعض. إيه لسوء الحظ هذا ما جبناتها نستعمله ضد بعض جبناتها الجيش أقوى لأنه يعني الجيش كان عنده مواجهة كبيرة في وقتها والقوات اللبنانية توها. وعك الحوال أنا بتذكر دكتور جعجع لما وصل كمية السلاح أنا كنت تركت بالقوات لما وصل هذا تلفن لي قال لي لأول مرة رح يكون عنا سلاح أكثر ما عنا رجال لأنه عادة عنا رجال كثير والسلاح قليل هالمرة يمكن السلاح يصير أكثر من الرجال يعني بس كنت تروح تطلب سلاح وأنت ما بتفهم فيه طبعاً أنا أخذت ليحة بس لما طلعت عن طارق عزيز وفرجيته إياها كمان طارق ما بيعرف عيط لواحد من الجيش قائد الجيش أعطيته إياها لقطة هيك قال هذه هي طلبكم قلت له إيه قال طيب طبعاً رح نشوف وهو خبرنا أنه كمان في من بيت عون كان ضابط كبير بهيدي في اللي قالنا من بيت عون في ناس هذا لح بركي بنبعتهم كلهم سوا فرد مرة بس هو سيس كريم نحن منعتبرون بنقدر نبعتهم بخرة صغيرة هذا نحن محضرينكم بخرة كبيرة ايه فهمت انه بيعت كمان بعت للجيش واكتر من هيك انا بتصور انه هيدي بهم كان انه يضل واقفين ضد سوريا هيدي طبعا ما حيكون فيها إلي لانه انا بيعرفوا علاقاتي بسوريا بس بعدين لما العلاقة توسعت تبين انه واحدة من اسباب هذا الحجم من السلاح وسلاح متقدم ودبابات وبعده يعني في واحد تسلح الجيش توفق بتسليحه هو إيميل لحود لأنه عرف يستفيد من سقوط حائط برلين وكذا صار السلاح رخيص هيدي استفاد منه وجيب بالهيدا كلفته كلفة نقل السلاح هيدا وعطى للجيش هيدي هاي والعراق هودي أكبر اثنين هيدي هلا الإسرائيليين كانوا بيبعتوا سلاح بس يقبضوا مصاري لازم تعرف ايه طبعاً فهدي فريم مرة أنا ما كنت عارف هذا وبشير كان ما يحكي بهالموضوع مرة فهدي فريم جاء قال لي بهالحشرة نحنا بعتيلنا في فاتورة مش مدفوعة قال إيه يعني أنا تفاجأت هذا قلت له ليش هذا سلاح قال لي إيه في جزء منه بيعتبروا إنه في سلاح لازم ينقبض حقه نعم سيس كريم كتبت عن عهود رئاسية وأرخت لمرحلة كبيرة من الحرب تعرف لما واحد بفكر بالحرب كل ما بفكر مثل ما هلا عم تجرني على التفكير كل ما بقول أسوأ شيء الحرب هاي الشيء الجديد لازم يسمع الخاسر خسر بكل شيء والرابح ما بيربح شيء صح يعني كلنا خاسرون بحروبنا صح لسبب لازم نقرر انه ممنوع الحرب ممنوع يعني لازم يصير في بالهيدا انه لبنان ما بيحارب وهيدي ما مش من مقاومه خلا تضل مقاومه ويلي بيحبوا ما بعرف اسرائيل شو بده يعملوا ويلي بس الدوله كدوله انا برايي لازم نقول ممنوع الحرب ما عملنا حرب رابحه ولا بين بعضنا ولا مع الاخرين صح وما حدا ربح لنا جميله دفعنا ثمن شهداء وثمن تعب وعرق وجلد هيدي بدون مقابل ولبنان وضعه هلا بسبب هذا الماضي يلي بدل ما
بسنة الستينات، يعني بعهد كميل شمعون، ومن بعد وخلال عهد فؤاد الشيب. لبنان كان من ست دول، من أول ست دول أوروبية، أوروبية مش عربية، أوروبية. كنا بأول عيدة ازدهار مع كميل شمعون، تنظيم مرحلة ما يسمى سويسرا الشرق، وتصميم مع فؤاد الشهاب. كنا سادس أو سابع دولة أوروبية. اليوم وين؟ أنا برأيي واحدة من أسبابنا الرئيسية هي الحروب فيما بيننا، الداخلية والخارجية. سيد كريم، وقفت أنا أرخت لجزء كبير من الحرب اللبنية من خلال كتبك عن العهود الرئيسية، بس أمتينك تكتب قصتك. ما كتبت قصتك؟ لا، بعد ما كتبته عم فكر. بعد عندي خلص كتاب الرئيس عون، لأنه أنا كتبت الرؤساء الذين عرفتهم. هذا يعني الرئيس سركيس لرئيس الرئيس سركيس، من بعده الرئيس أمين جميل، من بعده اليسرهاوي ما كانت فيها هذا، ما كتبت شيء عنه. رئيس لحوت، إجر الرئيس لحوت، وآخر الكل هلأ رئيس، يعني هذا آخر رئيس عم بكتب حوله. أمتين رح يصدر الكتاب؟ أمتين رح يصدر؟ لازم هالسنة. يعني أنا بعته على الطبع، بس بعد بده شغل. أنا بقراه عدة مرات قبل الكتاب، لأنه هذا اللي سميته؟ لا بعد. عندي فكرة بتدور حول التحديات، شيء من هالنوع يعني. بس بعد ما قررته فيها، هي أنا عم بختم بلاقيها. بعد عندي الخاتمة هي اللي هي رح تكون قصيرة. على فكرة أخذ معي أكثر كتاب أخذ معي وقت هو كتاب الرئيس سعون. كمان في أحداث كثيرة. لصعوبة الإمساك بالمفاصل تبع حركته. حركته يعني بتفاجئك بعدة محلات لما تكون خاصة عم تكتب. هلأ أمتين بكتب، ما بعرف إذا لازم أو ما لازم اكتب مذكرات. يعني في أسرار بعد ما قلتها، يعني في إشياء صارت بالحرب طبعا بعد لهلا ما قلتها طبعا، ولا وممكن ما تقولها، تندفن معك. ممكن ما أقولها، ويمكن في 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 بعضها لازم ما أقوله. ليش؟ لأنه مضر. ليش بدك تأذي؟ يعني في نجومية وفي أبطال وفي هذه الناس بتشوفون، إذا بتخبر شي خبرية مأزية، كل هاي النجومية بتسقط، حرام يعني. في أبطال وهميين كانوا بالحرب. إيه، في أبطال وهميين، وفي أبطال. شوف مثلا موضوع بشير، ما حكم، صار رمز، لأنه أنا برأيي ما حكم. لو حكم كان أنا برأيي كان نجح. كان نجح. لك بشير ما كان، أو بده يعمل هذا مشروعه، أو بوحد عن هذا. وأنا بتذكر لما آخر قعدة مع صائب سليم، قال له بشكل واضح وقتها لما خلصوا الانتخابات، صائب سليم بشير قرر يشوف أنه هاي المعارضة بدنا نشوفها. حكي الرئيس سركيس كمان، أنا رحت شفته يعني شفنا صائب. طبعا صار فيه وين المكان، لأنه بشير مش رح يروح على المصيطبة، وصائب سليم ما لح ينزل على مجلس الحربة. يعني بقى انحلت بأنه يتلاقوا بالقصر الجمهوري. فصائب سليم لمن أتلاقى معه صار يسأل نفسه أنه هذا بضل بسهريان، أنا بطلع بسهريان أو بطلع هذي. هذا طلع بسهريان، بشير إجا بالجرافات. اوكي، صار رئيس منتخب طبعا. هيدي يعني اللي دوخني، ما بدوخنا هيدي. بعدين ما قبل يقعد بشير على راس الطاوله، في طاوله هيك صغيره بالقصر. هذا قال له انا بعد ما صرت رئيس جمهوريه، انت عامل هذا بتقعد انت على الراس. هو اثروا بهيدي، واخر الكل وصل يقول له شو اسمه، يقول له صائب أنا لو تعرفت عليك، هو أول لأنه كانت المعارضة تجتمع ببيت صائب، وكان هو زعيمها. وقال له لو عرفتك قبل كنت انتخبتك، بس هلأ بدي عويد. أنت هلأ عندك بكرة خطاب القسم، أنا أول واحد لا أحضر الخطاب القسم الذي لم يحصل.
هذه بقى ال بس انطلاقا من كلامك استاذ كريم، كان في صورتين عن بشير، يعني بشير الأسطورة الحلم الأيقونة وبشير المجرم العميل. هؤلاء اللي بيفكروا فيه عميل، بس هو مزيج من الاثنين أو هو لا الأولي؟ لا لا الأولي. أما بشير في لبنان أولا، وفي عنده وطنية غريبة، وعنده بعدين شخصية غريبة. يعني أنا بتحدى أنه حدا لمن راح على نهارية بأول أيلول من بعد انتخابه، لمن بيجي الزيارة الأخيرة، الزيارة الأخيرة كان الكلام اللي قاله لمنحين بيجن بنص دين نهارية، ما اجا قال له بدك تمضي على اتفاقية سلام، قال له أنا مع مفاوضات سلام، وأنا بده يمشي معي بهالمفاوضات رئيس حكومة لبنان، وبده يوافق برلمان لبنان. عم تطلب مني شيء ما بدي، ما لحق أعمله. نعم بعمله بعدين. ايه بيجين يعني ما حدا بيقدر يوجه الكلام هيك لبيجين، خاصة بيجين كان شخص قاسى على حاله وعلى البعض وعلى دولته وعلى كل شيء هذا. ايه لا ليك انا بدي اقول انه كتابة كل شيء بعرفه ما بقدر، يعني متعمد فيه. هلا بتقلي شو النسبة هاي؟ مش نسبة كبيرة جدا، يعني خلينا نقول في شيء 10-15% من اللي بعرفه ما لحقته فيه. بس في اشياء بتقولها، يعني اذا اكيد في ناس بقصدك تتسألك عن حدث ما، عن شخص ما، بتخبرهم او كمان بتكتم الاسرار؟ لا بخبرهم بالحديث الخاص بخبر، يعني خاصة اذا جاي واحد ياخد نصيحة. انا لما بيقول لي انا جاي اسأل رأيك، لا لا بعطي رأيي 100% مثل ما هو بدون أي تحفظ هذا. هلا وإذا بلاقي إنه شغلي ملح له، بقول له بعد عندي شيء بس بالاتجاه نفسه بخلق. هذا الكتابة أصعب، يعني بالكتابة. هلا يلي بدي أقول بعد شغلي بهاي، تاريخ الحرب ما انكتبت الحقيقة. صح. وهيدي شغلي أنا برأيي تلفزيون مثل MTV، يعني تلفزيون وطني ذو طابع مسيحي معروف وناجح، هاي في شيء لازم ينعمل. وهيدي اذا في انا لاقي شيء اكيد بتقدر نكتب حرب لبنان. حرب لبنان ما انكتبت، وجزء منها اليوم عم نحكي كيف بتصير الامور. وهيدي كمان يعني بحب اعملها. قصة كريم بكرادون لازم تنكتب، قصتك لازم تنكتب. ايه في شيء كتب في شيء هذا، بس انا ما بيهمني. لازم تكتبها كمان حضرتك. ايه تكتب. انا ما بي انا ليك في اقول لك اكيد ميلي الان انه اكتب، يعني هيدي وهذا الميل يمكن يعني ابرزه اول ما بيطلع كتاب الرئيس عون وبيتوزع وكذا وبياخد حقه. هيدا انا بلش فكر بالكتابه. كل اللي عملته بحياتك سيس كريم بالحرب وبالسلم تحديدا بالسياسة كان على حساب عائلتك بمكان ما؟ ايه طبعا اول شيء على حساب الناس. يعني ما في كتير من الناس ما فهموا انه شو بروح بعمل على سوريا او كيف بروح بشوف ابو عمار وهذا. في هاي يعني على حساب اذا بدك صيتي هذا شو بروح بيعمل هذا شو بده يروح يعمل. هلا مع الوقت خفت لا شك، عم بيشوفوا انه يلي كنا اللي عملوا لازم ينعمل، وكان بده حدا يتجرأ يعمله وياكل فلق من بعده. يعني الناس هلا بشير اخذ وقت تفهم هيدي، بس لما فهم اللعبة بشير صار يلعبها باتقان. الشغلة الثانية يلي بدنا نفكر فيها انه لو من منى زوجتي اكيد اولادي كانوا طلعوا داشرين. ما شفتوا، انا ما تعرفت على اولادي الا بس كبروا، الا لما صار عمره 16-17 سنة، وهلا عم فش خلقي يعني هذا على اولاد الاولاد. هيدي اول شغله. هلا انا اتفقت بمنى يلي لعبت دور الزوج المثاليه وحلت محل البي، عملت الاب
الموجود وربت الأولاد وكبرته وكذا، لا شك حظ كبير أنه لقيت مرة مثلها. يعني مش كل النسوان بيقدروا هذا. يعني أنا بتصور مرة بده يفوت على المستشفى بجهاد، أخذته على المستشفى على هذا، عمل العملية وخلص العملية، تلفنت لي قالت لي إذا فاضي اليوم هلأ بعد الظهر عملنا له عملية لجهاد مرش عليه. نسوين آخرين يا ويلك بتجيب صوت ما بتندم عليهم؟ لا لا، إنه في لحظات ما كنت حتى عائلتك. أكيد بندم عليهم، بالتأكيد بقول لك إنه لازم أنا كنت إلى جانب أولادي، أعرف يعني نظم الوقت. شو بتقول اليوم لمنى ولجهاد اللي صار نايب كمان ولجواد؟ شو بتقول لهم؟ شو وصيتك لهم؟ بقول لهم أول كل يحافظوا على تواضعهم لأنهم متواضعين بالحقيقة. اثنين، علاقتهم مع البشر رح تكون أسهل من علاقتي أنا. يعني في اسم صار متعارف عليه رح يكون التواضع، يعني التواضع والعلاقة مع البشر، محبة الناس المتبادلة شيء رئيسي سواء بالسياسة سواء خارج السياسة. هذا معروف بالمجتمع، بكل 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 المجتمع، هي اللي بوصيهم له وبشد على مسألة إنه يضلوا يشوفوا يلي محتاج، وإذا بيقدروا يساعدوه، إذا بالمال بالمال، إذا عندهم إذا بصير عندهم مصاري، إذا بيقدروا يساعدوه بالخدمات هيدي يساعدوا الناس. هلأ صارت أكثر من قبل. نحن مرقنا المرحلة ما كان حدا بده جميلة حدا. كان لبنان في شيء 5-6% 10% فقراء و 90% مدبرين حالهم. اليوم انقلب 80%، شيء فظيع. ما أنا بقول لهم هالشغلة، يعني بدكم تساعدوا الناس وبدون مقابل. أفضل مساعدة يلي بيطلع لها مقابل أهم يمكن بالسماء مش على الأرض، هي إنه تخدم ما تطلب. نحن بسنة 2023 في جيل ما بيعرف الحرب، بيسمع عنا، رح يسمعنا يمكن اليوم، بس ما عايش الحرب. لهذا الجيل اليوم شو وصيتك لإله؟ وفي جيل يمكن محمس اليوم ترجع الحرب ومحمس يحمل سلاح. بقول له ما يوقع بالخطأ اللي وقعنا فيه. نحن وقعنا بخطأ استسهال الحرب. أنا بقول له أبداً أبداً، أمول يلي بدك بس ما تحارب. خود الموقف اللي بتريده، تطرف أو اعتدال أو ولكن الحرب بالنهاية خسرانين هذا، وبصورة أول شيء الوطن خسران يعني المجتمع. تاني أمر، الحرب بالشرق الأوسط حروب كبيرة بأشخاص صغار، بلاعبين صغار أصعب. شفت لو في على مستوى مثلا بأوروبا لما تلاقى دوغول وأيزناور، اثنين أيزناور شخصية مهمة لهيدي، كل هيدا الحرب الألمانية الفرنسية سقطت وأسقطوها وعملوا هني أوروبا. هيدا دورنا نحن، نسقط يعني ولادنا هيدي، نسقط الحروب من ذهننا، نعمل صداقات. وللبنان دور نموذجي حقيقة إلون. ونسمع كل مرة في إنسان اسمه البابا فرانسوا يلي ما بيترك أي خطاب إلا ما يحكي عن لبنان. وتاني شغلي، ما بيترك أي واحد بيجي لعنده إلا بمرق جملة، حتى اللي ما قالوا علاقة بلبنان بمرق جملة للبنان. نحن لازم نعرف أنه جد نحن ممكن أن نكون رسالة أول كل، حكى عنا جون بول دو، ولازم نعرف رسالتنا. وهالرسالة بتقضي أنه نكون نموذج للتعايش، وهالنموذج هيدا يمكن يحل مشاكل كتير بالعالم. يعني ما نصغر دورنا أنه نحن 10,000 10,000، كل 1,000 من هال10,000 بيسووا آلاف من دول تاني بالعالم. وأنا فخور يعني أنه كون لبناني بعدين كون لبناني مسيحي وما استحي ولا باللبنانيتي ولا بمسيحيتي، وكون أنا منفتح على كل العالم
مش عم بعملوا حروب مع العالم لسبب أنا الشباب يعني بنصحهم جد عندهم دور كبير جدا أهم من أنه يفوتوا بحرب ويفشوا خلقهم، لأنه الحرب فيها جزء منها هذه، بعدين الحرب بالمنظرات شيء وبالواقع شيء تاني. إذن أول شيء اللي بقلون عملوا يلي بدكم بس مش الحرب، وعندكم رسالة أعطاكم إياها جان بول دو روحوا نفذوها، وإجا واحد اسمه البابا فرانسوا عم بيقول لك أنت نموذج، مش بس رسالة أنت نموذج، خلينا نحقق الرسالة من جهة والنموذج من جهة تاني، هيدا دورهم. وبعد شغلي بقول لك إياها إلك بصورة خاصة، صحيح العمر قصير بس لأنه قصير يجب الإفادة منه وما نترك الأيام تسبقنا. يعني بقلهم كمان لأولادي وللشباب ما تضيعوا وقت، الوقت بلبنان غالي جدا جدا، يمكن أغلى شيء بلبنان، في عنا مياه صار، في عنا نفط، في عنا غاز، ولكن الوقت هو أغلى ما عنا. سيس كريم بدي أعتذر مسبقا على السؤال بدي أسألك، بعد عمر طويل بعد عمر طويل إن شاء الله والله يعطيك الصحة، بس ترحل عن هالدنيا شو الجملة بتحب تنكتب على قبرك؟ جملة عنك هي كلمة تقول صنع نفسه بنفسه. حلو. شو أكثر شيء بتفتخر فيه بكل هالمسيرة اللي عشتها؟ شوف بفتخر بأنه بكل هالمسيرة ما وصخت إيدي ولا بدم ولا بمال، لسبب بعدني بدي أنزل على المكتب أشتغل تما أربح جميلة حدا. هادي ممكن في ناس عملوا ثروات من الحرب. أنا الميل جد ما كان هدف من أهدافي، وكان خيلة لمنى مرتي زوجتي سالم عبد النور كريم وما عنده ولاد، ما كانت مطروحة عنا. طبعا هلأ اللي من رحل من هذه الدنيا صار مسؤوليتي، بس أنا ما بفتخر إذا يعني لك الميل ضرورة، بس هلقت أنه ما نربح جميلة حدا، بس أنا مش بفتخر أنه لو عملت أنه صار عندي 10 مليون أو مليون دولار أنه هيدا مهم، أنا كنت ما بعتبره مهم، أك حال مش موجود. إذن ومثل ما حكينا بطول هالحديث ما في عندي دم على إيدي، يعني هو بفتخر فيهم أنه مريت بحرب وسلم، بحرب قاسية وبسلم ازدهار طويل عريض بالستينات والسبعينات، جد كان في مصاري بلبنان، وما جعلت مني انه افكر اولا بالمال وثانيا بالسياسي او اشتري السياسي بالمال، هذا الخلط بين عودتنا لا هذه اللي انا بفتخر فيه. ولسبب كلمه من هلا عم برجع كررها، صنع نفسه بنفسه، يمكن افضل شيء يمكن أفضل شيء يحطوا كريم فكردوني، يعني أنا يمكن إذا عملت وصية بقلون بتحطوا مش حتى مش أستاذ كريم كريم فكردوني. أستاذ كريم نحن حكينا عن الحرب، يعني مش لنرجع نفتح صفحات الماضي أكيد لنتعلم منه، واللي قدمته اليوم شهادة يعني لازم يسمعها كل الجيل الجديد اللي عايش الحرب واللي ما عايش الحرب، والحوار دايما يعني مفيد معك وأكيد رح يتكرر، هي لا أول مرة ولا آخر مرة. شكرا كثير لك، وأنا بفتخر بالإم تي في وأنا بحييك إلك بصورة شخصية. شكرا.